تعول مصر على السياحة الدينية بهدف جذب ملايين الزوار سنوياً، وتبذل في سبيل ذلك جهوداً كبيرة. وباتت السياحة الدينية في مقدمة أولويات الحكومة المصرية، وتجتهد في تقديم كافة أنواع الدعم لها من خلال الترميم الأثري بواسطة خبراء مختصين يتمتعون بكفاءة عالية، والترويج السياحي من خلال تسليط الضوء على مكانتها. ومن بين المواقع الدينية التي تستهدف الحكومة تعزيزها والترويج لها محطات العائلة المقدسة في مصر، بعدما أقر بابا الفاتيكان فرانسيس مصر ضمن مسارات الحج المقدس. فيها المغارة اللي احنا واقفين قدامها اللي اختبأت أو جلست فيها العائلة المقدسة أثناء هروبها إلى أرض مصر. الكنيسة كانت قبل ما تكون كنيسة كانت معبد روماني، تم تعديل المعبد بأمر الملكة هيلانا وبقت كنيسة العذراء اللي احنا شايفينها قدامنا. وتستهدف السلطات المصرية تعزيز هذا النوع من السياحة من أجل جذب مزيد من الزوار والمريدين من مصر وباقي دول العالم. وتعتبر منطقة جبل الطير أحد نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في المحافظات الثمانية التي يتضمنها خط سير العائلة المقدسة في مصر. وتتطلع السلطات أيضا لترميم أضرحة آل البيت الموجودة بمنطقة آثار البهنسة بمحافظة المنيا، وتعد من أهم القرى الأثرية في مصر، حيث يوجد بها آثار من مختلف العصور التاريخية سواء الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية.